السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن الـ Operator Overloading. وزي ما احنا عارفين، لما بيجي نعمل class بيكون عندنا type خاص بينا. التايب ده بيكون اوكي، بنعمل set او get functions بحيث ان احنا نقدر نعمل access للـ private member ونتعامل مع الـ class بتاعنا كـ type. في بعض الأحيان، في حالة الـ Concrete Classes اتكلمنا عنهم المرة اللي فاتت، بنحتاج إن احنا نعمل بعض العمليات، مثلا العمليات الحسابية. عارفين إن احنا عندنا الـ Built-in Types زي الـ Int أو الـ Float وهكذا، نقدر إن احنا نجمعهم، نطرحهم، نضربهم وهكذا. لكن في حالة إن احنا عملنا Concrete Class خاص بينا وكان طيب، مثلا عندنا زي ما احنا شايفين هنا عندنا array، عملنا definition للmembers وكله تمام، لكن حابين ان احنا مثلا عندنا الarray A1، حابين ان احنا نجمع عليها واحد، مثلا واحد، بحيث ان احنا يكون عندنا array تانية كل elements في الarray A1 مجموع عليه واحد. لو حبينا على سبيل المثال ان احنا نجمع اتنين arrays مع بعض، بحيث ان احنا يجيلنا array جديدة تكون كل member فيها مجموع الممبر المقابل ليه في A1 و A2. في الحالة زي كده طبعا الكومبايلر مش هيقدر ان هو يعمل اللي احنا عايزينه، لان هو مش عارف حيثيات الطيب بتاعنا وازاي ان هو يقدر يجمع اتنين arrays على بعض. هو عارف فقط ال built in types. فعلشان كده ال C++ وفرت لنا الميكانيزم اللي هو ال operator overloading، بحيث ان احنا نقدر نعمل overloading لأي operator، على سبيل المثال ال plus operator أو ال minus، الضرب، ال shift، ال and، حتى ال new وال delete operator، ال subscript operator، ال call operator، فأي operator. طبعا في بعض الحاجات اللي احنا ما نقدرش ان احنا نعمل لهم overloading، لكن في الغالب معظم ال operators الموجودة نقدر ان احنا نعمل لهم overloading. في المثال النهاردة هنشوف ازاي نعمل overloading للoperators المختلفين، وازاي نتعامل معهم، وازاي نفهم كل operator ايه المطلوب ان هو يعمل له return، وايه اللي المفروض ان هو بياخده كarguments. وبعد كده ان احنا اي operator عندنا او اي احتياج لاي حاجة، ممكن ان احنا بكل بساطة نعمل له overload. زي ما قلت هنا، ما قدرناش، عندنا الاري بتاعتنا فيها الكونستراكتور والديستراكتور فقط، لكن ما قدرناش ان احنا نتعامل مع اي اوبريشن احنا عايزينها زي الجمع والطرح وهكذا. عندنا في الفايل التاني هنا طبعا اضفت عليه الكونستراكتورز اللي احنا عارفينهم، طبعا ان احنا علشان عندنا دايناميك ميموري الوكيشن، فطبعا يفضل ان احنا يكون عندنا كوبي كونستراكتور وكذلك الكوبي اساينمنت والموف كونستراكتور والموف اساينمنت، ولان احنا بنتعامل مع دايناميك ميموري او بنتعامل مع ميموري من الفري ستور. هنا كذلك اضفت بعض الفانكشن زي البيجين والاند، دي طبعا مفيدة في حالة ان احنا عايزين نعمل اتريشن على كل الممبرز اللي موجودين في الاراي، وكذلك لو حابين نستخدم الرينج فور لوب اتكلمنا عنهم قبل كده. عندنا هنا اول اوبريتور عملنا له اوفرلودنج اللي هو السبسكريبت اوبريتور، ده طبعا مفيد في حاله الاريز، ان احنا ممكن نعمل اكسس لاي اليمنت احنا عايزينه داخل الاري. كذلك عملناه مرتين في حاله العاديه وفي حاله ان احنا كان عندنا كونستانت. وطبعا ناخد بالنا هنا بيعمل لنا ريتيرن للممبر كريفرنس، بحيث ان احنا ممكن كذلك لو حبينا ان احنا نكتبه، يعني ممكن نقراه وممكن نكتبه. عندنا كذلك الـ plus operator، هنا عملنا له overload مرتين، المرة الأولى لو احنا هنجمع مثلا array زائد array، والمرة التانية لو هنجمع array زائد const. طبعا هنا بناخد الـ argument كـ reference، بحيث ان احنا ما نعملش copies كتير. طبعا ممكن يكون الـ array حاجة كبيرة، فلو خدناها كـ copy ممكن تبقى مشكلة. اما الريتيرن فلازم ما نقدرش ان احنا نعمل ريتيرن لريفرنس اللي احنا ما عندناش. احنا المفروض ان احنا عندنا اتنين اري هنجمعهم على بعض، هنعمل اري جديده، والاري الجديده دي تكون مجموعه. المهم ان احنا حتى حاطين هنا كونست، معناها ان احنا ما نقدرش نعدل في الاريز اللي جايين.
على الرغم ان احنا عندنا هنا ارجومنت واحد، ولكن في الحقيقة الاوبريتور بلس بيعتبر باينري اوبريتور، معناه ان هو بياخد اتنين ارجومنت. فطبعا الارجومنت الاولاني بيكون امبليسيتلي الكلاس او الاوبجكت من الكلاس اللي احنا شغالين عليه، وكذلك في الحالة التانية. فممكن ان احنا يعني احنا في الحالة اللي عندنا عملناهم كممبر داخل الكلاس، لكن ممكن نعمل لهم ديفينيشن بره خارج الكلاس، وساعتها مش شرط ان احنا يكون عندنا اوبجكت. ممكن نعمل كول للبلاس اوبريتور لو عندنا اتنين كلاس، لو عندنا اتنين اريز بدون ما يكونوا ممبر داخل الكلاس. طبعا بيفضل في الحالات اللي زي كده، لان الاوبريتور زي ما قلت ان هو بيجمع اتنين على بعض، فمش لازم ان هو يعمل اكسس للممبرز بتاعت الكلاس اللي هما البرايفت، يعني ممكن يتعامل معاه بصورة زي ما احنا موفرين هنا، مثلا السبسكريبت اوبريتور، وعندنا فانكشن بتعمل ريتيرن للسايز، فمش محتاج ان هو يعمل اكسس لاي برايفت ممبر. طبعا في بعض الحالات بيكون عندنا احتياج ان احنا نعمل اكسس للبرايفت ممبرز، فساعتها اوكي هيكون يفضل ان احنا نعمل الاوبريتور اوفرلودنج كممبر داخل الكلاس او ممبر فانكشن داخل الكلاس. فالاضافات اللي احنا شفناها عندنا الكونستراكتورز المختلفين، وعندنا بعض الهيلبر فانكشن كالبيجن والاند والبرنت والسايز، وعندنا اتنين اوبريتورز عملنا لهم اوفرلود، السبسكريبت اوبريتور والبلاس اوبريتور. الكوبي كونستراكت طبعا اتكلمنا كتير عن الكونستراكتور، وعرفنا ازاي بنتعامل معاه وازاي بنعمل لهم ديفينيشن. في حالة الكوبي كونستراكتور احنا بيكون عندنا اوبجكت وعايزين نعمل كوبي من الاوبجكت ده، يعني الاوبجكت ده مثلا على سبيل المثال في الاليمنت، ودي طبعا دايناميك ميموري وعندنا السايز، فهنعمل ميموري جديدة، هناخد نفس السايز اللي جاي لنا. طبعا هنا نعمل ميموري جديدة بنفس السايز بتاع السورس، وهنفل كل الاليمنتس اللي موجودة في السورس هنحطهم في الاليمنت، بحيث ان احنا عملنا كونستراكشن ل اراي جديدة فيها نفس الاليمنت وبنفس السايز. الكوبي اساينمنت اوبريتور بيختلف عن الكوبي كونستراكتور، طبعا هنا ما يعتبرش ان هو كونستراكتور. الكونستراكتور الكوبي كونستراكتور ده بيعتبر اساينمنت اوبريتور، بيتعمل له لو لاحظنا اوفرلود زي ما عملنا الاوفرلود للبلاس والسبسكريبت. ففي الحاله اللي احنا هنا في حاله الكوبي اساينمنت اوبريتور عندنا اوريدي كلاس او اوبجكت، وعايزين طبعا ممكن يكون في داتا، ممكن يكون في ميموري allocated already، واكيد هيكون فيه لان هو كان اتعمل له كونستراكت، وعندنا اوبجكت جديد او حاجه جديده اللي هي السورس، وعايزين ننسخ الحاجات اللي في السورس نحطها في الكلاس اللي هو الاوبجكت بتاعنا الحالي لان هو اتعمل له كونستراكشن قبل كده. ففي الحاله دي مش هنحتاج ان احنا نعمل allocation جديد للميموري اللي احنا عندنا already الميموري هنا، بس بمجرد ان احنا بنعرف ان احنا هل اليوزر بيعمل الاوبريتور ده بيستخدمه على نفس الكلاس، زي ما مثلا على سبيل المثال واحد يعمل اكس بتساوي اكس، ففي الحالة دي يعني ما فيش اي حاجة، فساعتها نعمل ريتيرن ذيس هنقول له خلاص اوكي العملية ماشي، وطبعا مش هنحتاج ان احنا نعمل حاجة لان هو نفس الاوبجكت، فده كبروتكشن من السيلف اساينمنت. عندنا بعد كده طبعا احنا افترضنا ان احنا لازم يكون علشان نعمل الكوبي اساينمنت ان هما يكون الاثنين arrays ليهم نفس السايز، في بعض الحالات مش لازم، يعني ممكن الاراي بتاعتنا حاليا طالما هننسخ من السورس ممكن ان احنا لو كان عندنا ميموري كبيره نعمل لها دي allocation، وبعدين نعمل دي allocation لميموري جديده بنفس السايز بتاع السورس. فحالتنا هنا افترضنا ان لازم اليوزر علشان يعمل مثلا array واحد equal array اتنين، فلازم يكون ال array واحد و ال array اتنين ليهم نفس ال size، لو ما كانش ليهم نفس ال size بنعمل throw ل exception. بعد كده بناخد ال size بتاع ال source، طبعا دي يعني ملهاش لازمة
كخطوة ملهاش لازمة. ليه؟ لأن هي already السايز بتاع السورس والسايز بتاع الأوبجكت الحالي ليهم نفس، يعني يعتبروا نفس الحاجة. بعد كده هنمشي لكل الإليمنت زي ما عملنا فوق، هناخد كل الحاجات اللي موجودة دي. طبعا تقريبا خدتها كوبي بيست من فوق. ليه؟ لأن في الحالة الأولانية ما كانش عندنا أوبجكت، عملنا allocation ليه جديد وخدنا السايز جديد. لكن في الحالة اللي عندنا احنا عندنا already object معمول له allocation، لكن ممكن يكون بفاليوز تانية غير الموجود. احنا فقط هننسخ الفاليوز اللي موجودة في السورس وهنحطها في الديستنيشن، وكذلك هنتأكد طبعا ان احنا ما بنعملش assignment لسيلف. ممكن نسيبها عادي، ويعني هتبقى مجرد ان احنا بس بنضيع وقت او بنستهلك overhead. السايز بتاعنا والسايز بتاع السورس لازم يكونوا نفس الحاجة، وإلا هنعمل ثرو، وهنعمل كوبي لكل الحاجات اللي في السورس وهنحطها في الأري بتاعتنا. ونعمل هنا ده شفناه قبل كده، الزيز دي بيكون بوينتر للتايب بتاعنا، هيكون بوينتر للأري، وبناخد الأوبجكت اللي فيها وبنعمل له ريتيرن كريفرنس. ده بكل بساطة الكوبي أساين. ندخل في الموف. الموف هيبقى مشابه لحالة الكوبي، ولكن مش هنحتاج ان احنا نعمل اللوكيشن لميموري جديدة، لان احنا هناخد الميموري بتاعت السورس. هنا طبعا السايز والميموري هناخد كبوينتر للميموري اللي كان السورس بيعمل لها هاندلنج، وهتبقى بتاعتنا احنا، وحطينا للسورس الميموري بتاعته كنول بوينتر بحيث ان هو مش هيقدر يشتغل عليها تاني، واحنا اللي هنتعامل مع الميموري بتاعت السورس. بعد كده السورس بعد التنفيذ الموف كونستراكتور مش هيكون ليه اي وجود، او مش هيكون يعمل اكسس للميموري بتاعتنا. وطبعا ناخد بالنا ان احنا بعد كده في البرنامج بتاعنا ما ينفعش نعمل اي حاجه كاوبريشن على الحاجه اللي اتعمل لها موف فروم. الموف اساينمنت مشابه للكوبي اساينمنت. طبعا احنا عندنا already memory بنعمل لها delete. ليه؟ لان احنا مش محتاجين الميموري بتاعتنا، لان احنا هناخد الميموري بتاعت السورس. عملنا delete للميموري بتاعتنا، ونفس الكلام اللي حصل فوق عملناه هنا تاني. الفرق فقط ان احنا هنا كان معمول allocation، كان معمول constructor، وكان عندنا memory فاضطرينا ان احنا نمسحها. لكن في حالة الconstructor او الموف constructor ما كانش عندنا memory، ولذلك ما احتاجناش ان احنا نعمل خطوة الديليت، وبنعمل ريتيرن هنا كذلك زي ما عملنا في حالة الكوبي اساينمنت. برينت فانكشن بتعمل فور لوب على كل الاليمنتس وتعمل لهم سي اوت، ما فيهاش مشكلة. عندنا هنا اول اوبريتور شفناه اللي هو الاوبريتور بلس. البلس اوبريتور طبعا زي ما قلت ان هو بياخد اتنين ارجومنتس. طبعا ده في بيكون باينري اوبريتور، والاوبريتور الارجومنت الاولاني بيكون اللي هو الذس او الكلاس او الاوبجكت بتاعنا الحالي اللي اتعمل كول عليه. طبعا هنا كونست لان هو المفروض ما يغيرش فيه الاوبجكت، هو مجرد هيجمع الاوبجكت اللي موجود الحالي على الاوبجكت اللي جاي له ويعمل اوبجكت جديد. الاوبجكت الجديد ده هيعمل له ريتر. بنعمل خطوة التشيك على السايز. طبعا عشان نجمع اتنين مع بعض لازم يكون ليهم نفس السايز. هنا بنعمل الاوبجكت الجديد اللي قلنا عليه، وبناخده من الاوبجكت الحالي، يعني بنعمل نسخة من الذس بحيث ان هو يكون ليها نفس السايز ونفس الاليمنتس اللي موجود. وبعدين طبعا احنا قلنا ان احنا عندنا دلوقتي عندنا الريزلت تعتبر كوبي من الاوبجكت بتاعنا، مجرد ان احنا هنجمعها مع الاوبجكت اللي جاي لنا. طبعا هنجمعها على نفسها لان المفروض ان هي، يعني لو شفنا مثلا نزلنا تحت مثلا شفنا هنا مثلا A4 هتساوي A1 زائد A2، فالمفروض ان الاوبجكت الجديد هتساوي لو افترضنا مثلا ان ال A1 ده الاوبجكت الحالي هتساوي، فعملنا كوبي من الاوبجكت الحالي وبقت هي كأربعة، فهنحتاج إن احنا أربعة نجمعها على الإيد. ده اللي حصل في الحالة بتاعتنا. فالريزلت اللي هي موجود فيها قيمة الـ this هتساوي الريزلت زائد السورس أو الأذر الداتا اللي فيه الجانب ده. بكده بكل بساطة الـ plus operator، وعملنا return للريزلت. طبعا هنا ممكن
كذلك ان احنا نعمل مو، لان الريزلت هنا زي يعني كتمبرري مش هنحتاجها تاني، مجرد ان احنا بعتناها للكولر، فممكن ان احنا نعمل لها موف ونستخدم مثلا اس تي دي موف، او في بعض الحالات الكومبايلر كذلك المودرن كومبايلرز بيكون فيها الكوبي الليجن، فبحيث ان هو مش هيعمل كوبي، لا ده هو هيعمل كونستراكت ان بليس يعني مش هيحتاج ان احنا الريزلت دي هياخدها كوبي وبعدين يعمل ينقلها من الريزلت هنا مثلا في حالتنا دي، طبعا هيعمل كول كده، دي هتدينا temp value، ال temp value هياخدها لي ال A4، لا ده هو ممكن هياخد الناتج بتاع الموضوع ده كله يحطه في A4 مباشرة، بيكون ما بدون ما يعمل عملية كوبي. ده طبعا بنسميه الكوبي الليجن، وكبديل ليه او كحاجة يعني ممكن ان احنا نستخدم الموف، ساعتها كذلك مش هي يعني هتقلل عمليات الكوبي. نفس اللي حصل هنا، طبعا استخدمنا كاراي، بنجمع اتنين اريز على بعض، هنا في الحالة دي هتبقى value، الفاليو هتبقى نجمعها مباشرة، طبعا نفس الخطوات اللي عملناها، عملنا التمب وعملنا هنا الفور لوب، نفس الخطوات ولكن اختلاف الحاجة اللي هنجمعها. طبعا هنا هنجمع كل ممبر او كل element في الاراي اللي هي الاذر، هنا هناخد نفس الفاليو هنجمعها على كل الـ elements اللي موجودة في الـ array بتاعتنا اللي هي الحالية أو الـ object الحالي، بحيث إن احنا نعمل الـ result الجديدة وبعدين نبعتها للـ call. مش الحال عندنا هنا، قدرنا إن احنا نجمع طبعا value كـ const أو كـ scalar، وقدرنا إن احنا نجمع اتنين arrays على بعض. لو عملنا execution للكلام من ده، نعمل له build الأول. عندنا هنا ده احنا بنعمل لي run لي المثال الاول او الفايل الاول. عندنا هنا ال A3، ال A3 اللي هي ال A1 وجمعنا عليها واحد، فال A1 هتبقى لو 2 و3 هنجمع واحد على كل element، وطبعا زي ما احنا شايفين او زي ما احنا متوقعين طلعت النتيجة. عندنا ال A4 طلعت ال A1 زائد ال A2، يعني هتبقى 6 8 10 12. عندنا هنا عملنا كونستراكت الاري جديدة، جمعناها على الاي تلاتة، الاي تلاتة اللي هي كانت 2 3 4 5، 2 3 2 هنجمعها على 2 هتدينا 4، 2 3 5، 3 4 7، و3 5 8، وهكذا زي ما احنا متوقع. طبعا الفكرة ان احنا اي اوبريشن بنحتاجها، طبعا هنا عملنا عملية الجمع، ممكن ك يعني لو حابب ان انت تشتغل بايدك ممكن تجرب ان انت تعمل اوفرلودنج لعمليات الطرح والضرب بالقسمة هكذا. طيب في بعض الحالات ممكن ان احنا مثلا على سبيل المثال عملنا مثلا ال A1، ممكن ان احنا نعمل هكذا مثلا، بدل ما نعمل بلس واحد ممكن ان احنا نعمل مثلا هكذا، كأوبريتور كذلك أو بعض العمليات يعني بنستخدمها كذلك، ممكن إن إحنا متوقعين إن دي هتساوي إن هي أو نفس اللي هيكون، هتكون الـ A3 زائد بتساوي A3 زائد A1. ففي الحالة دي على الرغم إن إحنا عملنا overloading للـ plus operator، ولكن في الحالة دي مش هتشتغل، عندنا هنا الـ error وقال لنا ان هو مفيش ماتش للاوبريتور ده. هنا مش لاقي الاوبريتور، ففي الحالة دي بكل بساطة هنعمل overloading للاوبريتور. هنعمل زي ما عملنا قبل كده، هنروح للكلاس بتاعنا، هنيجي هنا هنحط الاوبريتور، وطبعا يعني في حالة هيبقى مشابه في حالة الجمع، ما عندناش أي فرق خالص، هيكون هنا كذلك ده يعتبر باين على الرغم إن هو بيتم
على اوبجكت واحد، ولكن بيكون كذلك باينري، ولكن هياخد طبعا array مش هياخد type. في الحالة هنا بنعمل ايه؟ احنا هيكون عندنا هنضطر ان احنا نبعت اوبجكت جديد، ولكن هنعدل فيه الاوبجكت بتاعنا، يعني على خلاف الحالة اللي عندنا هنا. مثلا على سبيل المثال هتبقى A3 هتساوي A2 زائد A1، ولكن هنا A3 هتساوي A3 زائد A1 أو زائد A2، معناها إن الأوبجكت اللي إحنا شغالين عليه اتعمل له تعديل. ففي الحالة دي هنحتاج إن إحنا نعمل return ل reference. وطبعا هنا عندنا const لأن إحنا هنعدل فيه الأوبجكت بتاعنا، فساعتها مش هينفع إن إحنا يكون مش هينفع ان احنا نكون كونست، لان احنا عايزين نعمل تعديل على الاوبجكت بتاعنا. ناخد كوبي وبعدين نروح نعمل له ديفينيشن. طبعا الديفينيشن ما يكون يعني ما فيش فرق كبير بينه وبين اللي حصل قبل كده. هنا هنحط كمان الكواليفيكيشن بتاعت الكلاس. عندنا هنا الاري اللي جاي لنا ولتكن other، طبعا لازم يكون السايز نفسه والا هنعمل throw. هنا بقى لان احنا عندنا already object مش هنحتاج ان احنا نعمل اوبجكت جديد زي ما عملنا في حالة الاوبريتور بلس. هندخل على الفور لوب مباشرة. عندنا الاليمنت بتاعنا هنضيف عليه اللي هو الاذر اللي جاي لنا. مفيش اي حاجة تستدعي التعديل. طبعا لما نيجي نعمل ريتيرن هنعمل ريتيرن ل نفسينا او الاوبجكت اللي احنا شغالين عليه اللي هو this. طبعا هنعمل له هناخد الفاليو بتاعته، وطبعا هنا زي ما هنا الفاليو اللي هي التايب اري هتتحول ل ريفرنس من التايب اري. كده الموضوع تم. نعمل بيلد نشوف نسينا حاجة او لأ. هنا محتاج ان هو ياخد template. Use of class type array require template argument. Reduction is not allowed. اوكي، احنا عندنا هنا المشكلة ان ده اوبجكت مش موجود اصلا، لسه ما تعملوش كونستراكشن. فممكن احنا نعمل حاجة زي كده بدل ما نعمل على A3 نعمله على ال A2. ليه؟ لان ال A2 موجود اوريدي عندنا. وبعدين هنعمل print للـ A2. ففي الحالة دي احنا عندنا الـ A2 already. كان في الأول ما كانش عندنا الـ A3، كنا بنعمل له construction وما كانش نافع، لأن احنا لازم يكون عندنا الـ A2 موجود already علشان نجمع عليه الـ A1. ممكن كمان نمسح دي لأن هي مكانتش مطلوبة.
ونمسحها كذلك فوق. اوكي، في الحالة دي يبقى نضطر ان احنا نديله الانت لان هو مش عارف يعمل ديدكشن. لما نشوف اوكي تبقى من هنا مش زي ما دي. هنا المشكلة بتاعتنا. طيب نحاول بقى نمسح اللي احنا حطيناه ده، ما كانش ليه لازمة. اوكي كده تمت العملية بنجاح اخيرا، وبنقدر ان احنا نعمل ران ونشوف هل النتيجة كما توقعنا او لا. يبقى المفروض ان هي فعلا الاتنين هتبقى تساوي نفسها زائد الاي واحد، هي تبقى 6 و8 و10 و12 وهكذا. كده عملنا اوبريتور اوفرلودنج للاوبريتور اللي هو البلاس ايكوال. طبعا كذلك لو حد حابب يجرب ممكن تستخدم الماينس ايكوال، المالتيبليكيشن، الديفيجن وهكذا. هننتقل بعد كده للحاجة اللي بعدها. لو حبينا مثلا نعمل يعني الايكواليتي بحيث ان احنا نشيك مثلا، على سبيل المثال عايزين نعمل حاجة زي كده مثلا if A1 equal A2 مثلا، هنا هيبقوا equal. وفي الحالة التانية لو ما كانوش ايكوال، الحالة طبعا نوت ايكوال المفروض ان هي هتعمل لنا ترو لو ما كانوش ايكوال، زي عملية الجمع، زي عملية الجمع والاساينمنت مع بعض. ايه اللي هيحصل هنا؟ المفروض ان احنا هيجيلنا او عندنا اتنين اوبجكت، واحد A1 والتاني A2، وعندنا كذلك طبعا دي هتبقى شبهها يعني نكتفي بواحد مثلا. والمفروض ان احنا نعمل ريتيرن لبول بول علشان يقول لنا هل ان هما ايكوال ولا مش ايكوال. هنروح تاني للكلاس ونعمل مثلا، طبعا الريتيرن هتبقى بول والاوبريتور اللي هو ايكوال ايكوال هيجيله كذلك نفس اللي هنا. طبعا المفروض ان هو يكون كونست لان هو مش هيحتاج يعدل في اي الاوبجكت الحالي. هنا نعمل له ايكوال ايكوال وننزل تحت عند الديفينيشن، هيبقى تقريبا مشابه ده. ممكن نعمل كوبي بيست بحيث ان احنا نعمل تعديلات بسيطة. عندنا هنا الـ equal equal، قلنا الـ return bool. اوكي ف السايز اوكي ما فيش مشكلة خليها. طبعا عايزين نعمل return للـ result هتكون bool
result نعملها مثلا false by default وهنا هنعمل if بحيث ان احنا نقدر نعمل ال check لو كان ال element بتاعنا لا يساوي ال element اللي موجود في ال other ففي الحالة دي هنعمل return false مباشرة ممكن نخلي هنا دي return true وبعد كده هنعمل return للresult هنا ممكن نحتاج نحط constant اللي هي const طبعا احنا قلنا في حالة ال not equal تبقى شبهها يعني فممكن دي نعملها كتمرين بحيث نمشي ايدينا شوية في الموضوع نشوف اللي عملناه نفع ولا منفعش طبعا ال a واحد و ال a اتنين مهماش equal فالمفروض ان احنا يجيلنا ما يجيلناش حاجة ما جاش حاجة ممكن نعمل مثلا a اتنين و ال a اتنين هنشوف هل هيجي لنا الايكوال ولا لا نعمل بيلد اوكي سو زي ما متوقعين الامور مشيت تمام وجالنا جالنا اللي احنا عايزينه قدرنا ان احنا كذلك دلوقتي عملنا اوفرلودنج كان عندنا اوفرلودنج للبلاس عملنا البلاس ايكوال وعملنا او البلاس اساينمنت وعملنا اوفرلودنج للايكواليتي تشيك كذلك لو حبينا نعمل لي اللي هو النوت ممكن نعمله بدون اي مشكلة طيب بعد كده لو حبينا مثلا احنا شفنا هنا عندنا البرنت فانكشن طيب لو حبينا ان احنا ما نستخدمش البرنت فانكشن او يعني بنعملها بصوره مثلا زي كما معتاد يعني معتاد ان انت في السي بلس بلس عندك السي اوت اي حاجه بتحطها على السي اوت بتشتغل اوكي سواء كانت سترينج انتجر فلوت اي حاجه فاحنا ليه ما نعملش مثلا حاجه زي كده مثلا عندنا هنا الاي 2 ونطبع الاي 2 حاجة زي كده مثلا طبعا في حالتنا مش هيمشي الموضوع لأن احنا ما عندناش الاوفرلودنج بتاع الاوبريتور اللي هو الدبل ايرورز او الشيفت اوبريتور ده طبعا ناخد بالنا في بعض الحالات ممكن ان احنا مش شرط ان احنا نعمل له عملية ان هو يدينا نفس التأثير بتاع سي اوت ممكن ان احنا لو حابين نعمل ليفت شيفت مثلا ده ممكن نعمل له اوفرلودنج بالصوره دي ممكن كذلك طبعا اللوجيك كلها ممكن يعني لو حبينا نعمل اند اور بيت وايز اند او بيت وايز اور اكس اور زي ما احنا عايزين لينا مطلق الحريه طبعا نعمل اوفرلودنج زي ما حابين هنعمل دلوقتي اوفرلودنج للاوبريتور وبحيث ان احنا نقدر نعمل له اس تي دي سي او زي ما احنا شايفين هنرجع تاني للكلاس بتاعنا ونعمل فيه الاوبريتور الجديد الاوبريتور الجديد طبعا ده بياخد بيشتغل غالبا مع ال اس ستريم او الاو ستريم الاوتبوت ستريم فهنحتاج ان احنا الاوبريتور بتاعنا يكون يجي لنا او ستريم وهنحط فيه الداتا اللي احنا عايزينها اللي هي زي ما كانت في حالة البرنت وهنعمل ريتيرن للستريم مرة تانية بحيث ان هو يروح لي طبعا ممكن على حسب بعد كده اللي عايز في حالة ان هو يكون يروح سي اوت او اي حاجة احنا فقط هنحطه كسترينج والسترينج دي ممكن ان يتعمل لها اوت بوت بعد كده هناخد الاس تي دي اوت بوت ستريم طبعا هيكون ريفرنس وعندنا الاوبريتور اللي هو الشيفت
وهيجيلنا هيجيلنا طبعا احنا عندنا already الاوبجكت بتاعنا، هيجيلنا كذلك الستريم اوبريتور، هيكون طبعا ريفرنس فيه علشان نقدر نعدل فيه. وطبعا المفروض ان هي كونست لان هي المفروض مش هتعدل في الكلاس. فاعتقد كده ده كل المطلوب. هنرجع تاني طبعا عشان print، هناخد حاجة من او نعمل copy للprint function علشان تبقى حاجة مشابهة ليها، او نعمل الاول الديفينيشن من حاجة عندنا already. على سبيل المثال هنحتاج ان احنا طبعا التايب عندنا هنا ال std output stream، طبعا مهواش كونست، هنسميه os وهنعمل له return كذلك. قلنا ما هيش كونست، هنشوف البرنت. طبعا البرنت كانت فور لوب، ما كانش فيها اي حاجة يعني معقدة. هنا نفس الفور لوب، ولكن هنحط بدل ما هنحط في ال سي اوت هنحط في ال اوتبوت ستريم. هنا كذلك في الـ output stream، وهنعمل return للـ output stream بعد ما خلصنا. هنا عايز اوكي عايزين الـ نعمل build. أعتقد محتاجين نعمل كذلك include لي الـ output stream. عندنا في not match في ال تقريبا محتاجة كونست. نسينا نعمل واعتقد كذلك محتاجة كونست. نعمل print مش هنغير في حاجة. طبعا هنا المشكلة اللي عندنا ان احنا اوكي احنا عملنا ال overloading تمام، ولكن المشكلة اللي عندنا ان احنا ال function اللي عملناها دي عملنا لها overloading، فالمفروض ان هي ال operator يتعمل له call على الاوبجكت اللي هو من التايب اري، ولكن احنا لو لاحظنا هنا احنا عاملين عملنا كول للاوبريتور على التايب سي اوت. فالمفروض الصح ان احنا نستخدمها كالاتي، نستخدم ال A2 وبعدين الاوبريتور وبعدين ال سي اوت، بحيث ان السي اوت دي اللي هي الستريم، والستريم هيتعمل له كول على الاوبجكت A2. طبعا زي ما شفنا هنا هياخد الستريم وهنحط فيه الداتا اللي احنا عايزينها. فده المفروض ان هو الحالة اللي احنا يعني تنفع معانا دلوقتي في اللي احنا الامبلمنتيشن اللي احنا عملناه. حتى لو عملنا الران المفروض ان احنا يعمل لنا الاوتبوت للـ A2 زي ما توقع، لكن طبعا ما هوش ده اللي احنا عايزينه. يعني احنا عايزين زي ما قلت، عايزين لو نرجع تاني للي احنا كنا عايزينه، عايزين بالصورة دي. فاحنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنعمل overload للفانكشن اللي موجودة في ال سي اوت. طبعا الفانكشن ممكن تكون او كأي فانكشن عموما ممكن تكون ان هي member function داخل الكلاس،
وممكن تكون خارج الكلاس. على سبيل المثال نحاول ان احنا دلوقتي مثلا احنا طبعا هنحتاج ان احنا زي ما قلت ان هي هنا ما ينفعش ان هي تكون ممبر داخل الكلاس، المفروض ان هي تبقى خارج الكلاس، فهنضطر ان احنا ناخدها بره الكلاس بتاعنا ان هي بنعمل overloading ل member function في ال cout مش في ال class بتاعه. طبعا هنا هنشيل ال qualification، وعندنا هنا طبعا const ملهاش لزوم دلوقتي. ونحاول ان احنا هنا قال must be binary operator. طب هنحتاج ان احنا نديله object كمان من ال class array، ده طبعا هيكون const array، هتبقى كذلك ال type t و reference. طبعا هنستخدمها لما نيجي نعمل access ل. هنا هتواجهنا حاجة، عندنا الـ array أو الـ function اللي هي الـ operator shift operator بتحاول تعمل access لـ private member داخل الـ class array، ولكن الـ member function دي ما هياش member، أو الـ function دي ما هياش member من الـ class array. فعندنا حلين، الحل الأولاني إن إحنا طبعا زي ما قلت عندنا function للـ size و function لل elements، ممكن نستخدمهم يعني، حتى ممكن نجرب ان احنا نستخدم ال public function بحيث ان احنا ما نحتاجش ان احنا نأكسس اي member private داخل ال class. هنا عندنا كذلك ال subscript operator ممكن نستخدمه، وعندنا ال function size public ممكن نستخدمه. ففي الحالة دي عندنا function عادية خالص ما هيش ضمن ال class أو ما هيش member من ال class array، وقدرت إن هي تقرأ كل الداتا اللي موجودة فيه. فنشوف هل الموضوع ده هيشتغل ولا هنحتاج نعمل حاجة كمان. اوكي مش الحال، ولو عملنا run المفروض إن هو يطلع لنا، حتى احنا هنا أضفنا ال A2 فاشتغل الموضوع عادي بدون أي مشكلة. طبعا أنا قلت إن ده الحل الأولاني، فلو حبينا إن احنا كذلك نعمل الحل التاني هنرجع الحاجات اللي هي كانت قبل كده، وهناخد الفانكشن دي نحطها في الكلاس بتاعنا. طبعا زي ما قلت إن هي الفانكشن دي ما ينفعش إن هي تكون ممبر داخل الكلاس، لكن لو احنا حطيناها داخل الكلاس هنحتاج إن احنا نحط قبليها الكيورد friend. وفريند دي معناها او بتخلينا ان احنا يكون عندنا ممبر فانكشن ما هياش ضمن الكلاس اللي احنا موجودين فيه، وتقدر ان هي في نفس الوقت تعمل اكسس للبرايفت ممبر من الكلاس. فعلى الرغم ان هي موجودة داخل الكلاس، ولكن هي ده طبعا الديكلاريشن بتاعتها اللي موجودة داخل الكلاس، ولكن هي ما تعتبرش موجودة داخل الكلاس. ليه؟ لأن هي friend function. الفريند function أو الفريند member بيكون ما هوش member، ولكن بيحق له على الرغم إن هو ما هوش member بيحق له إن هو يعمل access لل private member. طبعا هنا عشان عندنا template هنحتاج إن هي نديها template تانية، لأن هي برضو كذلك مش هيمشي عليها التمبلت بتاعت الكلاس. هتاخد مثلا template وحتى في الـ definition لو رحنا للـ definition كذلك مش هنحط الـ qualification بتاعت الـ class. كده بتعمل الـ array، قدرنا إن احنا نعمل access للـ private member الخاصين بالـ class. نشوف هل هيمشي الموضوع ده ولا لأ. اوكي مشي تمام، والناتج زي ما توقع.
من الخطوة اللي بعد كده أو الحاجة اللي احنا حابين نعملها بعد كده اللي هي الـ increment operator. يعني مثلا عندنا مثلا عايزين نعمل مثلا حاجة زي كده A1 plus plus مثلا، بحيث ان احنا نزود واحد على كل الـ elements اللي موجودين في الـ A1. ممكن نعمل كذلك، نعمل مثلا A3. الـ A3 هتكون بتساوي، أو نعمل لها construction، الـ A3 هتساوي الـ A2 plus plus. طبعا زي ما احنا عارفين عندنا هنا الـ pre-increment وعندنا الـ post-increment. طبعا في حالة الـ pre-increment الأوبجكت نفسه، يعني A1 هنا أول حاجة بتحصل بيتعمل لها increment، وبعدين بتعمل return لي reference من نفس الأوبجكت. فهنا بيكون عندنا ال value. ال value ممكن إن احنا نعمل لها call عادي أو نحطها كده في lines عادية، زي ما ممكن مثلا عندنا نعمل مثلا x كده. طبعا يعني مش هيكون فيها نتيجة ولكن ينفع. لكن لو احنا عندنا في حالة ال post increment أو decrement، اللي بيحصل كالآتي: بيحصل الأول بنتعمل نسخة من ال variable، أو طبعا ال object اللي عندنا هنا مثلا A2، هنعمل نسخة من ال A2 وبعدين هنعمل increment لل A2، النسخة قبل ال increment، ما فالنسخة ما حصلش فيها ال increment، وبعدين هنعمل return للنسخة دي. طبعا لما بنعمل return للنسخة دي بتكون ك r value. طبعا ك r value ما نقدرش ان احنا نعمل لها كل، يعني مثلا ال x بتساوي 2، هنا عندنا ال 2 هي ال r value، ما ينفعش ان احنا نيجي كده ونعمل 2 كده، دي ما ينفعش. زي ما هنكون عملنا ال 2 دي هتعادل ان احنا زي ما نكون بنعمل كده، ده كذلك ما ينفعش. فممكن نعمله في حالة الـ pre-increment، ولكن ما يقدرش إن احنا نعمله في حالة الـ post-increment. طيب حابين نشوف قبل وبعد، ممكن كذلك نعمل كده، هنحط هنا الـ A1 وهنحط نعمل الـ increment، وبعدين هنشوف الـ A1 بقت ايه. وطبعا هنا اتحصل لها increment، طبعا بديهي ان هو المفروض هيتعمل increment. عندنا هنا ال A3، نشوف ال A2 قبل وبعد. هنا مثلا عندنا ال A2 دي طبعا قبل ال increment، وبعد ال increment هيكون كذلك عندنا ال A3، عايزين نشوفها قيمتها بقت ايه. before increment، لذلك هنا دي هتكون before increment. كل شيء جاهز. طبعا محتاجين ان احنا نعمل declaration لل pre increment وال post increment. طبعا نفس الكلام هينطبق في حالة ال decrement. نروح لل class ونبدأ نعمل definition للكلام بتاعنا. طبعا احنا زي ما قلت في حالة الـ pre-increment هنحتاج ان احنا نعمل return لـ reference من الـ class، وعندنا الـ operator هيكون plus plus. ده طبعا هنا بيختلف عن الـ operators التانيين، ده unary operator، التانيين كانوا binary operator. الـ unary operator بياخد argument واحد فقط، وفي حالة ان هو member function داخل الكلاس فهيكون الارجومنت الواحد فقط، ده بيكون implicit،
فساعتها مش هنحتاج ان احنا ندي اي argument للبلاس بلاس plus operator. طبعا لو خدناه بره، يعني لو حبينا ان احنا نحطه بره لأي سبب كان، فهنحتاج ان احنا نديله object معين هنا علشان يعمل له increment. طبعا هنا عارف هو already automatic، هو اي member function زي ما احنا عارفين بتبقى عارفة الاوبجكت اللي هي تعمل لها كول عليه، فساعتها مش هتبقى محتاجة ان هي تاخد الاوبجكت بتاعها كارجومنت مرة تانية. ده طبعا المفروض ان هو هيعمل increment للاوبجكت، فساعتها مش كذلك ما ينفعش ان هو يكون constant. في حالة ال post increment أو طبعا ال post decrement هيكون كل حاجة متشابهة، ولكن هيتعمل لنا return بدل reference، هيتعمل لنا ال copy، هيكون عندنا copy جديدة خالص هي اللي اتعمل عليها increment، لا ال copy قبل ما يتعمل عملية ال increment. وطبعا هنعمل كذلك عملية ال increment على ال object بتاعنا، ولكن هنعمل مش هنعمل ريتيرن للاوبجكت، هنعمل ريتيرن للكوبي الجديده. كذلك ما ينفعش نحط كونست هير علشان ان احنا هنحتاج ان احنا نعمل كذلك انكريبت. ناخد هنا الاثنين دول كوبي ونروح لتحت علشان نعمل لهم الديفينيشن. احنا قلنا increment يعني زي ما تقول هنضيف واحد على كل، او ناخد الحالة بتاعت ال value هتبقى حاجة مشابهة للكلام ده. طبعا تلاحظ ان احنا يعني بنكررين نفس الحاجات في معظم ال operators. كون بلس بلس طبعا هنا ما عندناش حاجة، ونشيل الكونست، وعندنا هنا زي ما قلت الريفرنس، ودي طبعا بتبقى على طول اول ما بنعمل ريتيرن الريفرنس فبنعمل ريتيرن لنفسينا الاوبجكت بتاعنا، والفاليو اللي هنضيفها على الممبر هتبقى واحد. مش محتاجين ان احنا نعمل كوبي جديد. طبعا ما عندناش ريزلت، نشيل الريزلت، وبكده نكون خلصنا ال pre increment. طيب نعمل ال post increment، هناخد كذلك نفس الفكرة بحيث ان هو يدينا ال الجديدة اللي احنا عملناها، هيبقى مشابه خالص لعملية اللي هي add value. نمسح دولت ما عدناش محتاجينهم. هنا عندنا copy، عندنا بوست. هنا في نقطة نسيت أقولها، في حالة الأوبريتور هنا حتى شايف إن هو قال لنا هنا في ايرور إن الفانكشن ديفير أونلي إن ريتيرن تايب، ففي الحالة دي الاتنين فانكشن ليهم نفس الريتيرن تايب، فمش هينفع إن احنا نعمل اوفرلودنج مرة تانية. ممكن نعمله المرة الأولانية ولكن المرة التانية مش هتنفع، فاحنا عملنا اوريدي مرة علشان البري انكريمنت، طب عايزين نعمل مرة تانية للبوست انكريمنت، فمش هتنفع، فلازم نحط مثلا دامي ارجومنت هير بحيث ان هي يعمل يفرق ما بينهم. دي طبعا يعني بنحتاجها فقط هنا، نحط ملهاش طبعا اي وظيفة تانية غير ان هي بتفرق فقط بين البوست والبري انكريمنت. هنرجع تاني للي كنا بنعمله. عندنا هنا اوكي قلنا بنعمل كوبي، عندنا هنا بتكون انت، طبعا بيكون انت اي حاجة. عندنا السايز اوكي حلو ان احنا نعمله تشيك، كنا هنا عملنا له تشيك مش محتاجين لان احنا عندنا اوبجكت واحد هنتعامل معاه، هنا كذلك مش محتاجينه لان احنا عندنا اوبجكت واحد فقط. عملنا اوبجكت جديد اللي هو الريزلت فيه نفس الكلام اللي احنا عملناه، وبعدين هنعمل increment للأوبجكت بتاعنا بواحد نفس اللي حصل فوق، وبعدين هنعمل result. لو لاحظنا ان الريزلت هنا هيكون قبل ما يعني مع مجرد ان احنا خدناها من الكوبي قبل عملية الانكريمنت، فهيحصل increment، ولكن الريتيرن اللي هيحصل من الكول للاوبريتور بلس بلس اللي هو كبوست بوست فيكس اوبريتور مش هتكون بعملية اللي مش هيكون فيها عملية الانكريمنت.
كونست طبعا ما ينفعش، علشان ان احنا بنعمل انكريمنت للاوبجكت الحالي. نعمل بيلد ونشوف. اوكي مش الحال، نعمل ران. قبل الانكريمنت 1 2 3 4، بعد الانكريمنت 2 3 4 5. جميل، زي ما يعني العادي اللي احنا متوقعينه. هنا عملنا عملية الانكريمنت. طيب عندنا هنا ال A3 عملنا لها initialization ب ال A2 post increment. before ال increment ال A2 كانت 5 6 7 8، بعد ال increment ال A2 كانت 5 7 8 9. ما فيش مشكلة، ده عادي لأن احنا عايزين بنعمل increment. ولكن قيمة ال A3 بقت بكام؟ قيمة ال A3 لو لاحظنا هنا إن هي بخمسة ستة سبعة تمانية، ودي قيمة ال A2 قبل الإنكريمنت. فده ده الفرق ما بينهم، إن إحنا هنا عملنا ريتيرن لي كوبي قبل عملية الإنكريمنت، والكوبي دي راحت هي في ال A3 وبعدين عملنا عملية الإنكريمنت. ولو حتى جربنا مثلا نعمل حاجة زي كده، المفروض إن إحنا زي ما إحنا عارفين هيدينا إيرور. ليه؟ لان هو الريتيرن بتكون كفاليو او ار فاليو، والار فاليو ما المفروض ان احنا ما بنقدرش ان احنا نعمل عليها، المفروض ان احنا ما بنقدرش نعمل كول على الار فاليو. ولكن ممكن ان احنا عشان عملنا كوبي، لو احنا مثلا رجعنا ل الكوبي اوبريتور وعملنا اس تي دي موف للكوبي، طبعا الريزلت المفروض ان هي كفاليو، المفروض ان احنا ما نقدرش نعمل كول لي او نعمل اكسكيوت لي فاليو. غريبة، مش مقتنع ان ازاي تمشي هنا. ولكن على العموم يعني في الحالات العادية لو هي كار فاليو عادية المفروض ان هي ما تنفعش، ولكن ممكن علشان ان احنا عندنا كتايب كلاس فاتعمل له ك يعني يعتبر كالكلاس كله الريتيرن بتاعته يعتبر ك ك الفاليو عادية، ممكن ان احنا نعمل لها كول في حالة البوست انكريم. بكده نكون وصلنا لنهاية كلامنا النهاردة، ونلتقي إن شاء الله المرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.